بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل برنامج سكراتش للصف الأول الإعدادي. النهاردة هناخد مجموعة أوامر ساوند. ومجموعة الأوامر الكونديشن أو الأوبريتورز. ساوند هنا مجموعة بتسمح بإضافة تأثيرات صوتية. ادي البلوك ساوند الاختيار بتاعي من تبويب او من منطقة التبويبات. عندي امر اسمه بلاي ساوند، يعني هشغل صوت. كل كائن له صوت مميز، يعني كائن القطة له صوت طبعا المميز بتاع القطة اللي هو مياو ده. انا ممكن اشغل الصوت ده، يعني اخلي القطة تصدر الصوت ده وهي بتتحرك. وعندي اختيار ان انا اضغط على السهم ده وينزل لي لو هي لها صوت تاني، او اختار امر ريكورد. يبقى انا اقدر اشغل الصوت ده او صوت تاني لو موجود، او صوت تالت، واقدر اعمل تسجيل مقطع صوتي سجله بصوتي وهي تقوله. يبقى انا اقدر اشغل المقطع الصوتي اللي موجود في البرنامج او غيرها، او انا اقدر اسجل انا بلاي ساوند مياو until done. ماشي. كمان في امر اسمه stop all sounds. ماشي، يبقى توقف كل الاصوات. بلاي درام 1، شغل الطبلة رقم 1 لمدة نص ثانية. اهو بلاي درام 1 4.25، ربع ثانية كده. ريست فور بيتس، يعني استنى او ارتاح لمدة ربع دورة يعني. طيب هنا بيقول لي مثلا في لو في ولد عنده صوت اسمه بوب، بلاي ساوند بوب. في مجموعة أصوات من ضمنها ساوند بوب. أو أنا أضغط على السهم برضو واختار أمر إيه، ريكورد. لما أضغط على الأمر ريكورد هيظهر لي أداة للتسجيل. أهي قدامي أداة التسجيل للتشغيل والستوب وللتسجيل وهكذا. بعد ما أسجلها هكتب إيه اسمها، هسميها مثلا ماي ساوند، مثلا سميها زي ما انا عايز، ريكوردينج 1 ريكوردينج 1. هو سماها سكوير. سماها ايه بعد ما سجل المقطع الصوتي؟ سماها سكوير. يبقى في الحلقه دي لما اجي اختار بلاي ساوند شغل الصوت، هلاقي عندي بوب ولا عندي سكوير، ممكن اسجل مقطع تالت. يبقى كده. وطبعا هنا المقطع بيبقى خاص بالكائن، خاص بالايه، كائن. مش هلاقي مقطع سكوير ده عند كائن تاني، مش هعرف اشغله مع كائن تاني، لان انا مسجله للكائن ده واقدر اشغله من خلال الكائن ده. عايز تعمله مع الكائن التاني تسجله من جديد للكائن التاني. ماشي. مجموعة سينسنج واوامر التحكم الشرطي هي سهلة برضو، مش صعبة، لكن مفيدة شوية. عندي امر اف touching. شايفين هنا شكل الامر مختلف، عامل كده ليه؟ لانه بيتركب في امر تاني اصلا. touching يبقى اختار ماوس بوينتر او ايدج لحافة المنصة، او بالون ده كائن عندي. يبقى لما الكائن ده اللي هو القطة يلمس البالون او يلمس الحافة او يلمس الماوس، ماشي، ايه اللي يحصل بقى؟ ده اللي هنحطه في الشرط. اهو عندي امر اف وحطه هنا تاتش ماوس. لو الكائن اف تاتش ماوس، لمس الماوس، then اذا اعمل ايه بقى؟ احط هنا ايه اوامر زي البلوك التالي كده. اهو اف تاتشنج دوج 2، لما يلمس الكائن اللي اسمه دوج 2 then change x by سالب 150.
يعني هو الكائن هنا هيقوم راجع لورا سالب 150 خطوة، ماشي؟ ولو لمس الحافة طبعا هيرتد. يبقى انا بقول له عند وقوع الشرط ده نفذ الامر ده. في الحالة دي هيبدأ الكائن يتحرك، ولو اتحقق الشرط يبدأ يغير مكانه على المنصة ناقص 150. كمان ممكن نستخدم حاجة اسمها operators او المعاملات، قيمة زائد قيمة، علشان احقق الشرط بتاعي. زي مثلا ان الكائن لما يلمس البالونة يكسب 10 درجات، وهكذا. دي بتستخدم في ايه؟ في ان انا اكون بيها لعبة. هنا المقطع بيقولي forever الى ما لا نهاية go to x 200 و y pick random. الامر ده انا اقدر اقول له روح للمقطع المكان الفلاني، اكس بتساوي 200 واي راندم، يعني يمكن يروح سالب 150 سالب 100، رقم عشوائي يعني راندم. راندم يعني عشوائي، راندم. هو ده يعني تقريبا اخر جزء في برنامج سكراتش، جزء سهل مش صعب يعني في تطبيقه خالص. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وتتابعونا على ايزي اكاديمي على الفيسبوك وايزي اكاديمي على اليوتيوب. شكرا لحضراتكم.